السلام عليكم يا شباب، اليوم معنا تلفون نوت 8، تلفون وقعان بالمي. بعد ما وقع بالمي التلفون بس عم يرج منه وعم يشتغل، يعني ما عم يطلع صورة أبدا على التلفون. هاي التلفون رج التلفون بس ما في صورة أبدا. رح ننزل هلأ تحت الميكروسكوب اوكي تمام. مثل ما انكم شايفين المي والاكسيد على اسنان الكونكتر. وين حاضرك سبا؟ رح نقوم بعملية مسح الكونكتر. نشف شوي الفلاكسز. هون يا شباب ملاحظ انه تحت اسنان الكونكتر في مي، يعني مثل اذا مأكسد لسه تحت الكونكتر. رح نفك الكونكتر بهالحالة هي. عارف فك الكونكتر هيك من هالجهة هيك.
دي 7 جاهز. 150 قلت له. ايه. يكون خطة فيه. يلا دقيقة. مفتاح؟ لا ليكون مفتاح حضر الهوت ايرون. اوكي اوكي تمام كيف غير لي راس الكاوي هات عرفيت لا بالشفرة بالشفرة هذول حطهم هيك ليرة هذول حمد لحظة ما فين أي شيء عليه ما فين أي شيء لا تكون على كيفك خلص تمام ركيك بس بتعرف شايف هذول نقط الحمام هذول أيوة صغار بس نقط الأطراف مو أصدق ايه هدول لازم كنا صغار لانه بيقبل معالي
دي ان اس اي تي مكتوب على ظهره. عم تسوي له جي 7؟ ما شفت التليفون كله على بعضه. اذا صار لك تكون التليفون عندك وين؟ دورت تحت ما لقيت. التليفون؟ التليفون هذا اول واحد يمكن تشتغل فيه، كل الناس تبع فيه. كبستو بعد ما حميت عليه؟ بدو كبسة هذا فتح كبستو بس كويس هذا هو لا تدقيق تركيب شريكي يا زلمة حط لك وحدة عندها كليك 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 والله انا برأيي هذول راجعات هلا يا شباب بدنا نجرب التليفون. ان شاء الله يشتغل، اذا ما اشتغل بدنا نجرب بغير شاشة، لانه كمان كونكتر الشاشة فيه مشكلة، فيه ضفر بينه لكونكتر الشاشة. فاصل. نفس المشكلة، رجع التليفون وما اشتغلش. اعطيني شاشة جديدة عليه. لحمت له الكونكترات اول؟ ما لحمته. لحمت؟ بس نجرب شاشة جديدة لنشوف اذا الكونكتر اشتغل ولا لا. تمام. مثل ما كنتم شايفين اشتغل معنا طبعا على شاشة جديدة. هلا بس رح نغير الكونكتر شاشة او عفوا نلحمه، بس نلحم هذا الضفر اللي مصدي. اوكي التنظيف شيلو بدل ما احسن فمك على الكاوي هذا، حط على الحرارة احسن التنظيف. انا جربت هاي كذا مرة حسيتها فاشلة. انا مشان العذاب فعلي، بس انه الاحسن الاحسن لانه هذا بصير يفلات وهيك.
صار خلج ولا لا؟ صير كويس بس تبديل بس ايش بس اقوى يا شوفوا تم تشغيل الهاتف بنجاح.